احتفلت دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد لتستعيد أجواء العبور العظيم خلال حفل أقيم للفرقة القومية العربية للموسيقى وسط حضور جماهيري وتفاعلي مع الحفل الغنائي. عبر هذه المقطوعات الموسيقية والأعمال الغنائية استطاعت الفرقة القومية العربية للموسيقى أن تستعيد أجواء العبور من خلال هذا الحفل الذي أقامته الفرقة داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج فني أعدته دار الأوبرا للاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر من خلال مسارحها المختلفة. الحفلات اللي بتقدمها دار الأوبرا المصرية في المناسبات الوطنية والقومية مش مجرد حفلات فنية فقط، ولكن هي لتنشيط الذاكرة الإبداعية دائما ودعم روح الانتماء والولاء في نفوس المصريين. احنا قدمنا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، قدمنا الأول حي على الفلاح الفنان أجيال الراحل محمد عبد الوهاب، قدمنا مصر ياتي في خاطري سيدة أم كلثوم، عظيمة يا مصر وبلدي، دي اشتهرت طبعا جدا ما بين فنانين كبار. استعدادات مكثفة لأعضاء الفرقة سبقت هذا الحفل بقيادة المايسترو حازم الأصبجي ليقدموا نخبة من أشهر الأغاني الوطنية التي تعبر عن الفخر والعزة والانتماء لهذا الوطن، مثل عظيمة يا مصر، ويا أغلى اسم في الوجود، ويا الله يا بلدنا، وسط حضور جماهيري مصري وعربي استطاع أن يعيش ليلة فنية وطنية استعادوا فيها روح النصر والفخر بما تحقق من انتصارات جعلت اسم مصر مرفوعا خفاقا. الإحساس الحماس اللي موجود جوانا ده بيعبر قد إيه الوطن ده حاجة كبيرة قوي عندنا، لأن زي ما بنقول دايما الأشخاص زائلون بس الوطن دايما هو اللي باقي. حاجة بتدعو للفخر إن أنت في مكان كبير زي دار الأوبرا، وإن أنت بتقدم كمان أعمال كانت في الفترة دي حقيقية وخارجة من قلوب الفنانين اللي عملوها، وإحنا بالنسبة لنا كمان طول شهر أكتوبر إحنا في احتفالات فرحانين بالانتصار اللي إحنا فيه. طبعا ذكرى أكتوبر يعني طبعا يعني هقول لك إيه، لكل المصريين يعني بتمثل لهم انتصار ضخم جدا وحاجة يعني فخر للعرب والمصريين كلهم. يعني يحق لنا أن نتباهى ونباهي بهذا الصرح الكبير الممثل بدار الأوبرا المصرية، وهي فخر لكل العرب حقيقة. أنا من رواد دار الأوبرا المصرية وحريص كل سنة أني أحضر احتفالات مصر بهذا الانتصار العظيم، انتصار أكتوبر. يوم عمره ما هينساه المصريين وحيفضل موجود في تاريخ هذا البلد إلى أبد الآبدين. اللي نفسي بقى أن الأجيال الجديدة تحس بقيمة اللحظات دي، يعني كفن وكأدب وكوعي، وإحساس إن البلاد ما بتتبنيش كده، ده البلاد بتتبني محطات تاريخ، والتاريخ ده أعتقد إنه مش موجود لشعوب كتير جدا زي ما موجود عند المصريين يعني. هذا وتستمر دار الأوبرا المصرية في تقديم عدد من الفعاليات الفنية بالمحافظات احتفاء واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر لتقديم التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة الذين سطروا هذه الملحمة بدمائهم في تاريخ لن ينسى هذه الذكرى الغالية. محمود جميل، التلفزيون المصري.